أهلا بكم حبايبنا متابعي قناة كارتون شو. اليوم سوينا فقرة جديدة هي سؤال الأسبوع وتخص برنامج كشمشة شو. برنامج كشمشة شو بالحلقة الأخيرة، حلقة السابعة، كانت عن الحر وعن مصايب الحر وسوى الحر بالعالم. سؤالنا هذا اليوم راح يكون كم عدد الصور اللي طلعت بحلقة الحر؟ يعني بالحلقة طلعت عدة صور طلعتها حجية كشمشة صورة ورا صورة عن الحر. نريد من عندكم تقولون كم عدد الصور اللي طلعت بحلقة الحر. ترسلون الإجابة بالتعليقات وراح نختار إذا كانت هناك تعليقات صحيحة وكانت هناك إجابات مضبوطة راح نسوي قرعة بين اللي يجاوبونا وراح نطلع اسم الفائز بالحلقة الجاية من سؤال الأسبوع. يعني بعد كل حلقة راح يكون سؤال عن الحلقة، فانتبهوا وراجعوها، وهذا شيء من التفاعل بيننا وبينكم. يلا ننتظر إجاباتكم. لا تنسون آخر موعد هو يوم الخميس لأن الحلقة تطلع يوم الجمعة. ومع ألف سلامة.